احنا ما زلنا مضربين والايام يعني جايه اخرى. طبعا الاضراب كامل هذا مفتوح حتى يلبوا مطالبنا. انا صار لي يومين قاعد، انا يوميا بجيب ابر لعيالي يوميا، هاي التامين وطلعت مقطوعه بالصحه في الشتاء تامين، هيو اليوم كانت للصحه في الشتاء ابر، مضطر اني اشتريها من الصيدليه. الابره هاي حق 50 شيكل، انا كل يوميا بعطيها لعيالي، انا بقدرش يعني كل يوم 50 50، يعني اليوم صار 100 شيكل لازم ادفع حق الابر وما ايش اجيب حق ابر. واصل لرئيس البلديه بتقول له انت تتحمل المسؤوليه، اي شيء يصير لمرتي انت بتحمل المسؤوليه. سندنا باليوم الثاني ان شاء الله، يعني الله رئيس البلديه يلين، يعني والله اقسم بالله لو انه حديد لين اقسم بالله، يعني مش عارف يعني بجوز لو انك يعني تتفاوض مع يهودي، اليهودي ياخذ ويعطي معك، هذا لا راضي ياخذ ولا راضي ياخذ ولا راضي يعطي، باخذ بعطيش يا زلمه. هسه احنا من حل هاي المشكله، مشكله جدا يعني والله مشكله، يعني هي احنا مش متعودين عليك عاد يعني. وبعدين يوم لهي الايام الساعه بجوز سهل، الايام اللي جايه يعني بنحكي للمسؤولين انها راح تيجي صعبه علينا وعليهم، يعني مش مشكله بيموت له اثنين ثلاث بهمش، بس ايش الناس الباقي تعيش. رسالتنا الثانيه انه فيش هذا حد الان مش عم ينطينا قرار، مصمم رئيس البلديه انه يقيمنا، اللي بتقول لك اللي السلطه انه جربوا المناطق، لا والله ما بنجرب، احنا هون ميتين على فروشتنا صامتين، تنقيام مستحيل، يقطع رزقتنا مستحيل، ماي هذا يحكي معها. ملفين حجار وعجال وكل شيء قدام الجرفات، اولادنا واولاد اولادنا وكلنا، يا كاتل يا مقتول، يا كاتل يا مقتول، مش وديك ما بدوكل، انا ما بدوكل ولا يلا يا جده يلا الجراف اللي بتجي رايحه تنحرق، ملفين بنزين وكاز وحجار وعجال ومن جميعه، واللي بده اياه يعمله، موت موت ولا واحد موت بموت، بكون ضل زرعين مره واحده مش 100 مره. بدنا 200، احنا 200 200. لما يقطع رزق بدنا نسحب روحه، اللي بده يقطع رزق بدنا نسحب روحه. رسالتنا لرئيس البلديه انه احنا صامدين هون، يعني مهما عمل مهما سوى مهما هدد بازاله البسطه بدعم من القوات الامن من المحافظ، يعني حاليا احنا صامدين بكل الوسائل. احنا بنطالب من محافظة تركرم بدل ما هو قاعد بمكاتبه وهو رئيس البلدية يتفضلوا يجي على السوق هون، يعتبرونا مجمع بدنا نفتتحه او يعتبرونا مؤسسة او يعتبرونا محل تجاري او حفلة او تخرج لطلاب، تفضلوا يجي شوفوا مجاعة الشعب اللي عايشين هون. واحنا ليش انتخبناه مشان نحط حاله في البلدية وترسكتنا، والمحافظ ليش قاعد في مكتبه بس مشان يسمع ويتفرج على التلفزيونات انه والله في مشاكل، لا انزل تعال شوفنا هون بكفي، يعني عيب عليكم، يعني انتم قاعدين مسؤولين بس اللهم كال فلان وعمل فلان وسوى فلان ووقع ورق، لا احنا بدنا اياك هون في الارض، تعال هون لان احنا هون في عنا يعني ان شاء الله مراحل جاي خاصة يوم الخميس راح تكون هون حرب، راح تكون في دم رسمي، راح تكون هون في دم، احنا واولادنا وعيالنا راح نكون هون على البسطات من زواج الدين، اذا المحافظ ما سمعش رسالتنا راح نوصل رسالتنا لفوق. لليوم الثاني على التوالي والبلديه مصمده انهم بدهم يزيلوا السوق، واحنا ان شاء الله يوم الخميس، يعني هو شغل التحدي واحنا بدنا نتحدى كمان، وان شاء الله يوم الخميس اولادنا ونسواننا بالسوق احنا بندور على لقمه عيشنا. السلام عليكم. الان ما في حل، اجتمعنا امبارح مع قائد الشرطه، اعطينا قال قائد الشرطه لازم يكون في عندكم بدائل مناسبه اللي بتناسبكم، بنفس الوقت يعني تكون حل الموضوع لانه لازم نوضع حل جذري للموضوع، وقلنا له انه في مكان اللي هو ساحه الحسبه القديمه في كراجات الطنيب نابلس قديما، وفي عندنا ساحه زاويه بيقولوا لها الاقبال مجمع الزغل، وهذا مكان اماكن هذه جدا مناسبه لنا. حقيقة ما ردوا لنا خبر، قائد الشرطة وصلنا له معلومة وعملنا له تفويض في اسم الناس القائمة على اللجنة المفاوضة، انها بتحكي باسم الجماهير هذه. احنا بنهيب جميع المسؤولين وجميع القوى الوطنية والسياسية في البلد، وكل انسان بهمه امر هذا البلد وهمه مصلحة الوطن والمواطن انه يجي يوقف جنبنا، احنا من هذا السوق ما راح نطلع الا لما ناخذ البديل المناسب لنا شخصيا. رسالت تقول رئيس البديه مباشره بينه وبينه، انا هذا قرار جاحد جدا وتعسف يا اسمه، هذا حرام، يتكل الله في الناس من جانس الجعاني، من انا منهم فيهم، يتكل الله بالناس الجعاني اللي ما عادش تاكل، ما عادش تعطي اولادها مصاريف مدارس، يتكل الله على الديون اللي علينا على حساب، خرب بيتنا وخرب الدجنة تحت عند شويكي. اقسم بالله العظيم هندافع عن قوت اولادنا، هندافع عن قوت اولادنا، كل ما اوتينا من قوه، كل ما اوتينا من قوه
حتى لو كلفنا دماؤنا، حتى لو كلفنا دماؤنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، ملنا غيرك يا الله، ملنا غيرك يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، ملنا غيرك يا الله، ملنا غيرك يا الله. العهد والعهد، العهد والعهد، على قوت عيالنا، على قوت عيالنا، نفديهم فلذات أكبادنا، نفديهم فلذات أكبادنا، بأرواحنا، بأرواحنا، بدمائنا، بدمائنا، بأموالنا، بأموالنا، ولله الحمد، ولله الحمد.